فين مريم اللي عايز تقطف؟ تعالي يا مريم. خلي بالك خلي بالك، اقعد تعوض. انت بعدها. شايفاها فين؟ اه هناك. ايوه دي. ايوه هي دي. خليها هي تاليا. هي دي نوعها ايه بقى؟ ده سكري ابيض. اول حاجه بتبشر معانا في الموسم، اول حاجه بتبشر اسماعيليه اللي هو السكري الابيض. السكري الابيض بعد كده بقى بيبدا يظهر العويسي، النعومي، الصديقه، ده بعد بقى السكري الابيض. بس السكري حجمها متوسط. لا السكري اربع انواع. بص في عباية سقط عندنا اهو، اتفضلوا. طب دي بتتقطف كده بالظبط. في حبايه هنا كمان اهي. طب هي كده مش كامله النضج. احنا اقول لك حاجه، احنا بنبدا نلف الارض الساعه 6 الصبح. نصحى قبل العصفور، يعني بنجمع كل اللي على الارض. وبعد كده بنلف في الارض كده نخطفها. نخطف اللي هو نص سوا. ده كده نص سوا. عشان يوصل للسوق يكون اصفر خالص. ما بيتكمرش. لا ما بيتكمرش. ده السقط. ده كده الحبايه السقط. طب برضه بتميز الحبايه ان هي كمره او رش ازاي من القنق بتاعها. القنق بتاعها ده ناشف. يعني اللون ناشف بتبقى كمر. طيب بالنسبه للي بيجي يكمر الحب او بيجي يثبت الحبايه علشان تستوي كويس، ليها عدله معينه؟ بيبقى فيها رع والشعر، فانت ما بقول لك بتعرفها من القمع بتاعها. طب ليه انا بشوف البعض ليه في الشوادر البيع بتبقى معدوله كده، مش زي ما حضرتك بتقول؟ عشان الحبايه بتكون ساقطه مثلا. يعني مثلا هو بيجيب الحبايه الخضراء اللي زي كده ويرصها كده على عفش رز، وبعد كده بيرشها ويكبرها يعني، وبيحط عليها شكايب اسمنت. الصبح بتبقى صفرة، تيجي تمسك الحبايه تلاقي القمع بتاعها ناشف والحبايه مالهاش ريحه. يعني غير الحبايه دي، شم ريحتها. ليها ريحه. دي نفس النوع برضو؟ كل اللي مبشر معانا السكر الابيض، احنا ما بنقطفش غير السكر الابيض بس. عاش هاسب.